قبل نص ساعة من الآن عند دخول الجماهير. دخل عدد من الجماهير إلى مدرجات الجماهير سواء النصراوية أو أيضا الهلالية. تدافع كبير كان بصراحة عند فتح البوابات الخاصة بالمدرجات. بالتأكيد معي تركي عبد الرحمن هو رئيس مجلس جمهور نادي النصر للحديث اليوم عن التنظيم الرائع اللي يقدمه الجمهور النصراوي. وسيكون معنا أيضا بالتأكيد عبد الله البعود وهو منسق الجمهور الهلالي. لكن عندما يحضر عبد الله بإذن الله زي ما واضح هنا الشمس. هنا حيكون في شخص شايل شعار نادي النصر السعودي ومكتوب عليه النفسي الجديد اليوم إن شاء الله. يعني مع بداية مباراة بين الشوطين احنا جهزناها، باقي التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. فكرة جديدة انه